الموضوع ديالي، ما كرهتش اللايف يطلع الالف، ولكن ماشي مشكل غنعاود ندير لايف على قبل هاد الولد هذا. اوكي، هاد الولد هذا خوتي كان مسكين بحال كاع الشباب، بغى يمشي يحرق. المهم قدر الله ما شاء فعل، انه مشى عبر طريق تركيا، وصل لبلغاريا، وصل لصربيا، شدوه البوليس تما وتكرفصوا عليه، ودابا راه تقطع ديال الرجل ديالو. دابا انا اللي كنطلب منكم حاجه وحده اللي غنطلبها منكم، بحكم ان الفيديو، بحكم ان لاباج ما بقاوش كيطلعوا فيها او ما بقاتش كتوصلكم، انا غنحط واحد الفيديو غنحط واحد الفيديو خوتي شوفوه، واللي ما طلعش ليه عاود يدخل وبارطاجيه. والله يحفظكم، راه الدري تقطعت ليه الرجل ديالو، ورا المؤسسة الوحيدة اللي مدخلة ليه هي مؤسسة تويزا، ومؤسسة تويزا راه بوحدها ما كافياش، راه خاصها العوين، لأنهم غيديروا ليه رجال اصطناعية، غيرفعوا دعوة بهادوك الناس اللي هما تكرصوا عليهم البوليس ديال صربيا، وهاد القضية خاصها تولي قضية رأي عام. فالله يجازيكم بخير، أنا غنحط الفيديو دابا، وعدوني وعد واحد أنني ملي نحطو كلشي بارطاج. بغينا كلشي يبارطاجي، كلشي يبارطاجي. أنا غنحطو دابا. الولد قطعوا ليه الرجل ديالو، ودابا جمعية تويزا هي الوحيدة اللي مكلفة بهاد الحالة، وجمعية تويزا راه بوحدها ما كافياش، راه خاص اللي وقف معاها باش يتكلفوا بالمحامي، وباش يتكلفوا ب الله يحفظك، باش يتكلفوا بالمحامي، ويتكلفوا بالنقل ديالو من صربيا لاوروبا، وباش يشوفوا ليه السكن تما، وباش يعالجوه، وباش يديروا ليه رجل اصطناعية. وهادشي كله جمعية تويزا ما تقدرش دير هادشي كامل. إذا الإخوان أنا غنحط الفيديو، أنا غنقطع دابا، غنحط الفيديو، الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو، راه سببكم نتوما غتولي قضية رأي العام. ما يمكنش واحد من المغرب مشى بغى يحرق باش يعني يعتقل الام ديالو، في الاخر تمشي ليه يمشوا ليه الرجالات ديالو، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخوان انا كنبغي نشكر جمعيه تويزا، ولكن جمعيه تويزا بوحدها راه ما دايره والو. الشاب ولد الريف مشى مسكين غير باش ينقذ الام ديالو، كان خدام نادي. وهذا الشاب هذا الحلم ديالو هو شنو؟ هو انه يعتق الام ديالو، فاذا به كتقطع ليه الرجل ديالو، كيتكرفصوا عليه، كيضربوه، خلاوه في الغابه ديال 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 صربيا، البوليس تما غادي ترفع عليهم دعوه، وما غاديش يسكتوا على هذا الشيء. فانا اللي كنطالب منكم الفيديو اللي غادي يتحط بارطاجيو، الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو الفيديو، انا غنحطو لكم دابا، وحاولوا ما امكن انكم تعاونوا مع مؤسسه تويزا، لانها هي الوحيده اللي قايمه بالدور دابا حاليا، وبوحدها ما كافياش. ف ما بغيتش نطول لكم بزاف، باغي غير يدار فيديو اخر، وباغي غير يدار فيديو اخر، وباغي غير نشرحوا الحاله ديال هذا الولد هذا. وهذا الشيء راه كيتكرر، هذا الشيء كيتكرر ماشي غير دابا. اذا دابا وعدوني، وعدوا الحر دين عليه، وعدوني انني دابا ملي غنقطع الفيديو بغيتو يتحط، الفيديو بغيتو يتبارطاج على اعلى المستويات، لي باج بارطاجيو هذا الشيء. هذا راه خونا مغربي وقع ليه هذا المشكل، ما يمكنش واحد بغى يمشي يعتق امه في الاخر تقطع ليه الرجل ديالو. ها هو ولا لا خدمه لا صحه لا حتى شي حاجه. دابا حاليا محتاجين المحامي، محتاجين الدعوه ضد هذوك الناس، محتاجين ان السيد خصو الكره في اوروبا،
الله يرحم لكم الوالدين بارطا. انا شوف انا والله ما قادر ندوي بارطاجيو الموضوع ديال هاد الولد. خويا جمعيه تويزه بوحدها راه ما كافياش. جمعيه تويزه راه خاص اللي اصلا هي خاص اللي عاونها باش تنقض هاد الولد، لان غتخصو طياره خاصه باش ينقلوه لاوروبا، غيخصو السكن باش يكريو ليه، غيخصو العمليه، غيخصو رجل اصطناعيه، غيخصو دعوه قضائيه. راه الناس كتسمع جمعيه تويزه كيقول صافي راه الجمعيه تكلفات، جمعيه تويزه حتى هي خاصها ناس اللي يوقفوا جنبها. جمعيه تويزه كيرجع لها الفضل بزاف ديال الحالات، ولكن الناس ملي كتسمع جمعيه تويزه اش كتقول؟ كتقول صافي الجمعيه راه دخلات، ولكن الجمعيه ديال تويزه راه خاصها المسانده. علاش؟ لان ما كندوش على مبلغ ديال مليون ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، راه خاص طياره خاصه الاخوان، خاص محامي، خاص المبيت ديالو تما، وعاد كيفكروا ان شاء الله باش يديروا ليه رجال اصطناعيه، وعاد كيفكروا باش يحققوا ليه الحلم ديالو اللي هو ان هاد الولد خاصو تحقق ليه الرغبه ديالو اللي هي يديه لاوروبا ويعيش في اوروبا. ولكن داك الرجيلات مسكين كي غايدير جوج رجلين، مشاو ليه جوج رجلين، تكرصوا عليه. عيش ما عرفتش شحال من يوم هو في الغابه كيعيش غير بالماء. هذا مغربي، مغربي عباد الله، مغربي. هذا نداء لكم اخوتي، نداء. انا غنقطع هذا اللايف، غنحط الفيديو ديالو، بغيتكم كلكم تبارطاجيو باش جمعيه تويزه تقدر. خويا الشاب كاين في صربيا وجمعيه تويزه تنقلت من عنده من المانيا، ولكن انا يلاه تواصلت مع الرئيس ديالها، راه خاص العوين باش هاد الولد هذا يتنقل من صربيا الى المانيا باش يكمل العلاجات ديالو. هذه وحده. جوج، ترفع دعوه قضائيه ضد الناس. ثلاثه، خاصو رجل اصطناعيه. اربعه، خاصو الكراب فين غادي يسكن. خمسه، خاص الدوله المغربيه تحرك تجاه هاد الولد هذا. يلا السلام عليكم، انا غنحط لكم الفيديو دابا. الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو هذا الفيديو اللي غنحط من وراه هذا اللايف هذا. السلام عليكم، انا شهيد البعيادير مقاسيطة اقليم التريوج، كنت خدام في الناظور في القهوة، وكنت خدام على الوالدين ديالي والحلم ديالي كيتسمى نطلع لاوروبا باش نحقق الحلم الوالدة ديالي، وملي كيتسمى قررت نطلع اوروبا دوزت على تركيا، طلعت لتركيا دوزت على بلغاريا ودخلت لصربيا وتعرضوا لينا كيتسمى المخزن تما وضربونا تكرفصوا علينا تما حيدونا الحوايج وحيدونا الصباط المهم تكرفصوا علينا بزاف ورمونا الحدود وما كيتسمى السبب ديال رجلي باش ملي تقطعو كيتسمى عيدا ودابا كيتسمى الحمد لله الجمعية ديال تويزا الحمد لله معايا هنايا هزات الملف ديالي وجزا الله خيرا ونتمنى ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم.